شو صار معك مغازي؟ فهميني شو صار معك؟ طولي بالك يا ست أمينة، هلأ بتطلع. شو طول بالي؟ يطلع بل على أمك إن شاء الله، صار لها ساعة بالأوضة. طولي بالك، رايحة أستعجلها، رايحة أستعجلها بسرعة. طع عمرك أنت وأمك شو نعيطين؟ شو يا؟ لقيتكي فاضيين؟ ما لقيت المصاري. شلون يعني ما لقيتي المصاري؟ دورت عليهم وما لقيتهم. شوفي ام غازي، يا بتطلعي المصاري يا هلا بقول للباشا انك اخذتي مني الخمسين ذهب اللي اخذتيهم مني، فهمتي؟ الله يخليكي لا تقولي للباشا، واعطيني كم يوم برجع لك ياهم. لا انت شكلك ما بتفهمي بنوب، انا بعرف كيف رجعهم يا سراء يا حراميه. يا مو شو ناوي تساوي؟ والله ما بعرف شو بدي اسوي. إذا ما رجعنا للمصاري رح ينخرب بيتنا. لك أنا بس بدي أفهم مين فات على الأوضة؟ مين؟ واحد ما في غيره. قديش طلعوا؟ 8 ذهبات ونص، لأنه قسمت القتاوي تبعي. والله حلال عليك لك مستر، ليرة ونص والله حلال عليك. صاحبك غازي نفق من المصاري على الآخر. يا ممتاز سيدي، ما نحن هذا اللي بدنا اياه، مشان المرة الجاية يحط ما ينط لحتى يلاقي مين يدينه. أو ينفذ اللي بدنا اياه أنا وياك. يا مو مشان الله اعطيني المصاري، مشان الله عم أقول لك. يا مو لا دخلني ولا خرجني، انا ما بعرف عن شو عم تحكي انت منو. لك ببوس ايدك، ببوس رجلك، رجع لي المصاري. شو بنا يا مو؟ شو بنا يا مو؟ عم بقول لك المصاري مو معي، لو ما برجع لك اياهم. ما حدا بيفوت على اوضتي غيرك، انت اللي اخذت. لا المصاري. يا مو لا، وحدي الله، اوعك تقولي عني حرامي، انا ماني حرامي. روحي يا مو، روحي دقسي هون وهون، شوفي من فايت على غرتك واخذهم، انا مالي علاقة. نو شو قصدك اخي؟ انا مالي حرامية، انا ما سرقت شيء، ما سرقت شيء. اجوا اجوا يا مو اجوا. مين هدول يا مو؟ مين هدول اللي بدهم يجوا؟ والله ما عم بفهم عليك. الله يخليك اعطيني المصاري، الله يوفقك ان شاء الله. ايه تعال شو عم تحكي يا مو؟ غلط، فوتوا فوتوا لجوا، انا مفتح الباب، فوتوا. والله غريبة قصة غريبة عم تحكي عنها. فوتوا لجوا، فوتوا فوتوا فوت الا لامك ترجعي لي المصاري. مصاري شو؟ هي بتعرف قديش اتفقت مع زوجتي وانا ما عاد بدي هالاتفاق. يعني عدم المؤاخذه بس يعني شفيق باشا ممكن اعرف شو هذا الاتفاق اللي بيكون بين امي؟ انت فوت الا وهي بتعرف. بس يعني فوت لعندها بقول لها بس يعني عدم المؤاخذه، يعني ليش ما انت تقول لي نحن رجال على بعضنا يعني بناخذ وبنعطي؟ فوت الا والا بحبسها. بحبسها؟ مشان شو بدك تحبسها؟ هي امي هاي. شل امك باصمه على وصل امانه بألف ذهبي. ألف ذهبة؟ يا لطيف فوت عمول مثل ما عبيلك الباشا ولك. هذا تليوز باشا، يلا وكيلك لو سمع صوتك من أول كنت فت لحالي برواق. على راسي على راسي، يلا بسرعة. مش كان معطوني الألف ذهبة ديك تحبسها لأم غازي وتوابك عندي؟ أمرك يا باشا. إيه أنا بصمت للخانم على ألف ذهبة. ألف ذهبة يا مو؟ مشان شو؟ لا تكوني عم تلعبي قمار. أنا كذبت على الخانم وقلت لها إنه رح جوز أختك لشفيق باشا، بس أنا ما أخذت من الخانم إلا 50 ذهبة، وأنت صرت تسحبهم مني تسحيب. فأرجع الـ50 ذهبة وخلينا نحل المشكلة كلها، لأنه أنت بتعرف إنه أنا ما فيني أتجوز شفيق باشا. أنت بتعرف شو صاير فيه. شو صاير؟ ما في شيء. شو صاير؟ نسيان. نسيان يا اخي اني تجوزت ابو فكري صاحب القهوه بالسر، وانه هو ما رضي انه يثبت كتب كتابه علي وطلقني، وما حدا دري بجوازتي منه. بقى رجع الـ50 ذهبي،
رجعهم واستور على أختك يا أخي يا ابن أمي وأبي. استور على شرفك وعرضك، لأنه شفيق باشا فكرني بنت بنوت. الله يرضى عليك يا أم، استور على أختك. الله يخليك، استور على شرفك. بوس ايدك، بوس ايدك ورجلك يا باشا. اعطيني يومين، يومين وبتاخذ المصاري مني. انا عندي، عندي خلص والله بتاخذه مني. ماشي، بعد بكره بتجي حرمتي لتاخذ المصاري. اذا كان ما اعطيتوها المصاري، باب السجن مفتوح لامك ولاختك كمان. لا لا لا، يستر عرضك، لا تحكي هيك يا باشا، يستر عرضك. خلص خلص، عندي موضوع. روحوا انتوا هلا، روحوا روحوا، عندي موضوع. تفضل يا باشا. الله معكم، الله معك. حدث نيوز باشي. لا ما لا ما لا لا لا، محلول الرضيع بكره بنلعب وبنرجعهم. محلوله. أنا بتشكرك لأنك قلت لي تجوزتها بالسر بعد ما انا كنت حابس غازي بسجن القلعه. شنو انا ما بتجوز وحده دائره غيري، لا بالحلال ولا بالحرام. انا بامرك يا باشا. باخذ منك الخمسين ذهبه وبس، لانه نحن ما بناكل حرام وما بنفوت على بيتنا بنات حرام. يا خانم، انا بنتي ما لا بنت حرام. بالله، واللي بيتجوز بدون ما حدا يعرف شو بتكون بنته؟ ليش انت عرفتي؟ مو انا، جوزها حكاله لجوزي الباشا انه تجوزها بالسر عشان يعطيكم الخمسين ذهبه ليطالع ابنك من الحبس. عشان هيك جيت اخذ المصاري. يا كذابه اللي كذبتي علي. سامحيني يا خانم، والله مو بايدي، غصب عني، سامحيني. انا مالي مسامحتك، انتي كسرتي لي قلبي وقلب جوزي. انا كنت بدي جوز الباشا عشان يجي صبي بدال ابني اللي راح وحرق لي قلبي. الله يرحمه. بس انا رح اجوزه بنت اشرف من بنتك واشرف منك واشرف من ابنك خريج الحبوس. وبكره جاي اخذ الخمسين ذهبه وسما اعطيتيني اياهم. يا ويلك. ما سمعت شو عم تقول غازي أفندي؟ مثل ما سمعتوا سيدو، المصاري اللي خسرتوني إياهم بدكم ترجعوا لي إياهم. مالكك لحالك عم تقول إنك خسرتهم؟ الخسران بيعوض خسارته بشي تاني. شي تاني؟ شي تاني مثل شو يعني؟ أخي، في ضربة كبيرة إذا بتساويها رح تعبي جيوبك كلهم ذهب. بيت أبو فكري مليان ليرات ذهب، بتسرقهم ومنتقاسمهم متالتين. لا عمي لا، انا كار السرقه بطلته. روحوا سوقوا لحالكم، ما بدي انا ما بدي. فقري كل عمره بيحب الفقر. ولك حبيبي، مو موضوع انه انا بحب الفقر ولا الغنى، لا، القصه انه انا ما بدي ارجع على الحبس. خيو للاخر من اثنين، بدكم ترجعوا لي المصاري ولا لا؟ لا، ما رح نعطيك ولا متليك. قلت لكم في حال ما رجعتوا لي مصاري بتروح انكركون بران كل شيء. اسمع شو عم يحكي مستو. رجلينا ورجليك بالفلق سيدو. كلامك على عينه والراس، بس انا ما راح تعب حالي بروح انكركون مشان احكي شغلات بابا عمي. انا بدي اروح احكي لهم عن شغلات ثانيه. عم تهددنا؟ لكن شو عم بعمل؟ طبعا عم هددكم. عم هددكم وقصدني كمان. روح روح اعمل بدك يا روح. ايدك علي.
ايش هيك عم تطلع فيني يا ابو فكري؟ يلي حكيته لحضره ليوز باشي انا مسؤول عنه. شو يا ابو فكري؟ لك عم تسمح لزباينك يلعبوا قمار بالقهوه؟ ما صار هذا الشيء سيدي. ايه حسابك بعدين انت. سيدي الله وكيلك. خلصنا يا ابو فكري. شو يا غازي افندي؟ قل لي ليش ضربت فريز ومستو بالقهوه؟ سيدي اصحاب اصحاب يعني هيك الله وكيلك نتخانق ونتراضى ويعني اللي صار بالقهوه هو هيك فور الدم شنو مستو خسروا لغازي 50 دق محبوسه مو هيك غازي؟ 100 دق. ايه مزبوط سيدي 100 دق خسرته الله وكيلك 100 دق. ايه يعني انا شو بفهم من هالحكي؟ سيدي هلا هلا بنبوسه من بين عيونه سيدي قدامكم ونتراضى مو هيك غازي؟ ايه مو مشكلة بنتراضى بس انا اذا بدي ارجع بذاكرتي هيك شوي لورا يطلعوا 150 دقة. مزبوط سيدي 150 دقة ما في مشكلة. ايه وبعدين معكم؟ لا بعدين ولا قبلين حضرة ليوز باشي. نحن اهل وحبايب واصحاب نسامح بعضنا يعني انا بطلب الصلاح من الكل من الكل خلاص. ها قال لك سيدي ها شو على كيفكم انت وياه؟ هذا اللي صار حضرة ليوز باشي هذا اللي صار يعني خلاص ما عاد نعيدها وحياة هدول وهدول ما عاد نعيدها. شو؟ ايه ما عاد نعيدها سيدي والله ما عاد نعيدها. يلا دربي اللي انت وياه. عمرك حضرة ليوز باشي يلا وشكم على القهوة خلينا نلعب دقين يلا يلا شرف ابو فكري. سلام عليكم. سلام عليكم سيدي. يا مو أنا بعد ما طلعت من الكركون دبرت حالي ورحت لعند الباشا ورجعت له 50 ذهبية وهو لأنه ابن حلال رجع طلب إيد أختي مني وقال لي إنه بده يستر عليها الله يستر على حريماته من شان هيك لا تاكلي همها موضوع أختي انحل بإذن الله ومن شان موضوع الأمار يا مو أعد الله علي إنه أنا ما عاد ألعب قمار وبدي أشتغل وآكل وأشرب من حرق جبيني بإذن الله سامحيني يا أمي الله يخلي لك وما يحرمني منك وهي أختك أمانة برقبتك سامحيني أختي مسامح أخي مسامح الله يرضى عليك الله يرضى عليك الحمد لله العظيم الحمد لله رجعت لها الحمد لله يا ماما الحمد لله